السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير واحوال جيده. جينا معكم فيديو جديد وحلقه جديده. دونك اليوم غادي نهضروا على ليميغراسيون. الوغ غادي نهضروا على ليميغراسيون. كي كتعرفوا هاد الجائحه اللي كنا دزنا منها ديرنيغمون، حنا مازالين كندوزوا في الموجات الجديده فيها. غير هي الحمد لله كتكون خفيفه بارابور لداكشي اللي دزنا في 2020. كاينين مجموعه ديال الدول اللي هما سهلوا الهجره. فالهجره اللي غنهضروا اولا البلد اللي غنهضروا عليه اليوم فيما يخص الهجره ولا الناس اللي هما مهتمين بالهجره لهذا البلد هذا وهو السويد. الوغ كاين بزاف ديال الناس اللي هما مهتمين، كما كاين الناس مهتمين فرنسا كندا امريكا، كاين حتى السويد، كاين بزاف ديال الناس اللي هما مهتمين بهذا البلد. فاليوم غادي نعطيكم شنو هما المقترحات اولا شنو هما الطرق اللي يمكن لكم انكم تهاجروا بها للديار السويديه. الوغ بالنسبه لاول حاجه اللي غادي نهضروا عليها هو بالنسبه للطريقه الاولى، وهي انك تلقى يصيفطوا لك اتيستاسيون من شي ايكول ولا جامعه. انك غادي تدخل لو سيت فين كاين المجموعه ديال المدارس اللي هما ديال لي زيكول سوبيريور اللي كاينين في السويد. داكوغ غاتيسيي دو لي كونتاكتي باش تاخذ من عندهم موافقه انك تبدا عندهم الدراسه. دونك مي غادي تاخذ الموافقه انك تبدا عندهم الدراسه، فهما كيصيفطوا لك واحد لو ميل وكيصيفطوا لك بحال اون دوموند ولا انفيتاسيون باش انك غادي خصك تجمع الوريقات ديالك باش تدفع وغادي تاخذ الفيزا ديال الدراسه باش تقدر انك تمشي تستقر تما. دونك هنا في هاد لوكا هذا غادي خصك انك تمشي على حسب هذيك ليكول ولا حسب ديك الجامعه اشنو طالبه، يعني على حسب واش الباك هنا، واش الباك خصك دير له الترجمه، واش دونك غادي تمشي على حسب هذيك ليكول اشنو غادي يطلب بالضبط. بالنسبه غادي تجمع هذا، غادي تجمع لي بابي ديالك وغادي تدفع الفيزا بيان سور. وزائد انهم غادي خصك انك تشوف واش غادي تقرا واحد المده ديال اللغه اولا، ماشي ضروريه. دونك كي قلت لكم على حسب كل ايكول ولا كل جامعه فاكولتي يونيفرسيتي، على حسب نتا فين غادي تمشي ولا انت فين غادي تمشي وهما شنو غادي يعطيوك. دونك كاين الناس اللي فريمون غادي يبغيو يمشيو ويكملوا قرايتهم وغادي ياخذوا هذيك باش انهم يمشيو اترافير القرايه، ياخذوها كطريقه باش انهم يهاجروا بها. فمي غادي تمشي وغادي تسد القرايه ديالك، يمكن لك انك تمشي وتقلب على خدمه تما، ومن بعد بشويه بشويه كتاخذ شويه ديال الاكسبيريونس، ومن بعد كتلقى خدمه اللي هي ما غاديش تلقى بعقد مؤقت. ما تلقاش، تقدر تلقى بعقد مؤقت في الاول ولكن من بعد غتلقى بعقد دائم، وهكذا كتقدر انك تبقى تما زعما بشكل دائم. هذا بالنسبه للطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي كتمشي عن طريق انك تلقى كونطرا دو طرافاي، وهذه الحاجه اللي هي صعيبه انك تلقى كونطرا دو طرافاي بعقد دائم، وهذه اللي هي شي شويه صعيبه لان ماشي سهل باش انك تلقى فاسيلمون سورتو هاد لا بيريود ديال كورونا. سي فري هما داروا اون فاسيليتي للهجره ولكن بطرق اخرى اللي غنشوفوهم في هاد لا فيديو هادي. كي قلت لكم طريقه ثانيه هو انك تلقى عقد عمل دائم، وهذه شي حاجه اللي هي صعيبه شي شويه بلي ديبلوم ديالك ويكون عندك اكسبيريونس هنا في البلد ديالك او في بلد كل واحد البلد ديالو، يعني يكون عندك اكسبيريونس هنا في المغرب وغادي تمشي تخدم بها على برا. دونك هنا سي ان بيتي بو ديفيسيل باش تلقى شي حاجه اللي هي غادي توالمك 100% ولا شي حد اللي غادي يقدر انه يصيفط لك هاد لو كونطرا دو طرافاي. دونك هادي الطريقه الثانيه انك تلقى كونطرا دو طرافاي وغادي تبازي عليها باش انك غادي تقدر انك تدفع الفيزا وتمشي تخدم، اولا هما كيصيفطوا لك الفيزا ديريكتومون كي قلت لكم على حساب كل بلاصه كيفاش هما تيخدموا. الوغ بالنسبه للطريقه الثالثه وهي عن طريق الاستثمار، كتمشي لشي بيرو ديتود كدير واحد ليتود على المشروع اللي انت باغي دير تما والبودجي ديالك وشنو هما لي ريفوني وشنو هما الاهداف ديالك وشنو يقدر يعطيك هذا كمردوديه ايتترا، وكدير واحد ليتود وكتصيفط الدوسي كامل مكمول وكتشوف شنو هو البودجي اللي عندك توا كتصيفطو لهم بلي ريفوني كلشي وكتصيفطو ليهم، وهما ديك الساعه كيقرروا انهم يعطوك الفيزا باش تجي وتستثمر في البلد ديالهم بهذاك لو بودجي، وخصهم يكونوا مقتنعين بهذاك الدوسي اللي انت غادي تعطي لهم او الملف اللي انت غادي تكون خصو يكون بيان سور يكون مقنع، يكون فيه كيجاوب على جميع الاسئله اللي هما يقدروا انهم يطرحوها، لان كل حاجه عندها لو سيت ديالها كلشي غادي تلقاوه في لا بار دانفو باش تدخلوا لهذا تدخلوا لو سيت ديالهم ديال ليميغراسيون، وغادي تلقاو بزاف ديال المعلومات فيما يخص كل طريقه. اما الطريقه الاخيره
فهي أنك تلقى عقد عمل مؤقت. عقد عمل مؤقت هنا بالنسبة سورتو الناس ديال الصناعة، الناس ديال الحرف، الناس ديال الفلاحه، الناس اللي كيمشيو على ود الفريز، على بزاف ديال الحوايج بحال الشكل ديال السبان، فهنا كتقدر انك تمشي بطريقه سهله. علاش؟ حيت هما سهلوا بزاف هاد لو كوتي هذا ديال هاد الاعمال الموسميه، ولا هاد العقود العمل اللي كيكونوا موسميين هما سهلوهم بزاف، لان كي قلت لكم كان كوفيد وكان تاثر كبير، لان هاد مجموعه ديال الشركات اللي كتعتمد على هاد لي ميتي اللي كيكونوا موسميين، فهما كتعتمد على الهجره، الناس اللي كيجيو من دول واحد اخرين باش كيقوموا بهذا العمل باش كتقدر انها تعطي مردوديه. يعني كانوا بزاف ديال الشركات داروا فايت، وكاين اللي قرب يدير فايت، وكاين اللي مازال شاد شويه، فهما كيحاولوا يشجعوا هاد لو كوتي هذا باش هاد الشركات وباش هاد الاعمال الموسميه توقف على رجليها. حيت كي قلت لكم بحال هاد البلدان كيكونوا كيعتمدوا على المهاجرين، فمي كانت كورونا وتسدوا الحدود، فالنسبه ديال المهاجرين ولات ضئيله جدا 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 والمنعدمه. دابا شويه بشويه، ولكن هما شجعوا باش انه يقدروا يمشيو الناس بزاف وما يكونوش عندهم صعوبات فاش يبغيو ياخذوا الفيزا ديالهم. دونك هنا كي قلت لكم غادي تمشيو كتدفعوا ليهم، هنا ارباب العمل تما كيقدروا انكم تصيفطوا باش يصيفطوا لكم عقود مؤقته على حسب كل واحد وفاش باغي يخدم، في مجال البناء، في المناجم، في الفلاحه، كل واحد وشنو كيقدر انه. ولكن اسهل حاجه تقدروا انكم تدفعوا لها باش تمشيو بعقد عمل مؤقت، وتقدروا من بعد تما تقلبوا على عمل واحد اخر، او تشوفوا طريقه واحده اخرى باش تلقاو شي حاجه اللي غتشكل لكم او اللي غتخول لكم ان يكون عندكم تما اقامه دائمه. فغير باش تحط رجليك او غير باش تمشي لتما، فكنصحكم بعقود عمل مؤقته، اما تمشيو في المجال الفلاحه كيكون اكثر عليه طلب اكثر، وزائد انهم ما كيكونش عليهم شروط كبيره، يعني ما كيطلبوش اللغه، ما كيطلبوش يكون عندك كونط في البنكه، فيه واحد لاصوم اكس ولا ايغريك، ما كيطلبوش لك لي ريلوفي. كذلك تما الحكومه ما كتطلبش من ارباب العمل انهم يعطيوه وثائق بان ما لقاو حتى شي واحد من هذاك البلد اللي يقدر يقوم بهذاك المهام ولا بهذاك العمل باش انهم يقدروا يصيفطوا على ناس واحد اخرين ايتترا. دونك كي قلت لكم فهما ولاو حيدوا هاد الشروط هذا باش يسهلوا الهجره، باش يسهلوا دخول المهاجرين من اجل عقود مؤقته، باش يقدروا انهم شويه يحاولوا يرجعوا شي شويه من هذاك الاقتصاد اللي كيتمشى على المهاجرين اغلبيه كيد عامله، واللي كيعاونوا سورتو في هاد الاعمال اللي هما كيكونوا موسميه، ولا هاد المجالات اللي هما كيكون عندهم واحد الموسم معين كيخدموا فيه عن طريق اليد العامله اللي كتجي من بلدان اخرى عن طريق الهجره. كي قلت لكم فهنا من تلقاو هاد العقود المؤقته، هذاك كيصيفطوا لكم عقد مؤقت، هما كيعطيوكم الفيزا فاسيلمون بلا حتى شي حاجه، كتصيفطوا لهم الميل ولا كتصيفطوا لهم، كتحاولوا انكم تواصلوا معهم، ومن بعد هما كيجاوبوكم وكيصيفطوا لكم لا كونفوكاسيون ولا لانفيتاسيون والعقد العمل ديالكم المؤقت. فهذاك العقد العمل هو اللي كيمكن لكم انكم تاخذوا به الفيزا وتمشيو بدون شروط، يعني ما تحتاج لا خبره مهنيه ولا يكون عندك لي كونط في الكونط عمار ولا حتى شي حاجه، ولا لغه ولا حتى شي حاجه. فهادو اعمال موسميه اللي غادي تخدم، يعني بالنسبه لهم هما غتخدم واحد لابيريود ترجع. الناس اللي هما مهتمين انهم يخدموا واحد لابيريود ويرجعوا بحالاتهم، يجمعوا واحد القدر من المال اللي يقدروا يجيو هنا يديروا به مشروع، ولا يجيو غير يخدموا موسمي انهم يدخلوا شي حاجه اللي هي قليله، ما بغينش يبقاو تما. هذا احسن حل انكم تمشيو، زعما اللي بغى يلقى فرصه عمل على برا وميم طون هي مؤقته، اما الناس اللي هما باغيين يمشيو مؤقت وميم طون في هذاك الوقت اللي كتكون انت خدام في هذاك العمل المؤقت، كيكون خصك كتقلب على خدمه واحده اخرى اللي تكون دائمه تما باش يعطيوك عقد عمل دائم، باش مين تسالي ديك لا بيريود ديالك دخل ديريكتومون مع الاخرين، وهكذا كيمكن لك انك تصايب الوراق ديالك وتبقى تما بطريقه قانونيه. كاينين ناس واحد اخرين بالنسبه للناس اللي هما باغيين يمشيو تما، يمكنكم انكم تطلبوا من ارباب العمل انهم يعطوكم كونطرا ولا عقد عمل مؤقت، ولكن بطريقه تطوعيه، فهنا كيقبلوهم غيقبلوكم دغيا وغيصيفط لكم الميل دغيا وغيصيفط لكم عقد العمل دغيا وكلشي دغيا. يعني هذا الشيء راه عالم، يمشي في شي حاجه يد عامله غراتويتمون زيرو درهم ولا بصفر بدون مقابل، فراه اكيد غادي يعيطوا لكم فاسيلمون، غادي يكون حتى شي مشكل، غادي يصيفطوا لكم الميل، وهنا كيقدروا انكم تمشيو وتاخذوا الفيزا ديالكم وتمشيو لتما وتخدموا ديك لا بيريود
ولا ما بغيتوش تخدموا، ولا على حسب شوف نتوما الاتفاقيه اللي غادي ديروا مع ارباب العمل، ومن بعد غادي تلقى عمل واحد اخر تما، غتقلب غتشوف كيفاش غتشق الطريق ديالك باش انك تبقى تما بطريقه قانونيه، و او ميم طون تمشي من هنا بطريقه قانونيه، ما تمشيش بطريقه اللي هي غير قانونيه، فيها لو ريسك، فيها المشاكل، فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين. دونك من الاحسن الواحد يقلب على طرق قانونيه تستفد منها، تاخذ منها شويه الخبره، تعرف لان ملي غتمشي وتخدم واحد الخدمه اللي هي مؤقته، المهم غتعرف واحد المجموعه ديال المعلومات، غتسول، غتخالط مع الناس، غتعرف بزاف ديال الحوايج، غادي تسول، دونك غادي تقدر انك توصل لشي حاجه، سورتو الناس اللي عندهم عائله ديالهم في هذا البلد هذا، كتمشيو بعقد مؤقت، وهما كيقدروا انهم بالنسبه يقدروا مثلا شي حد انه الا عندك تما شي حد اللي هو ساكن كيقدر انه يضمنك واحد المده، بالنسبه للناس اللي هما ما عندهمش لي كونط في البنكه وبغاو يختاروا الطريقه الثانيه انهم يمشيو بعقد عمل. فملي كتمشي بعقد عمل هنا كيطلبوا لك خصك يكون عندك الكونط في البنكه، يكون عندك ثلاثه ديال 3 موا ديال لي ريلوفي ديال 3 موا الاخرانيين. هنا كتقدر ان شي حد من العائله ديالك اللي كاين تما يضمنك واحد المده معينه بيد ما يولي عندك واحد بيد ما يكون عندك واحد المدخول اللي هو قار، وتلقى واحد العمل اللي غادي يخول لك انك يكون عندك مدخول وتعيش تما بطريقه مزيانه وطريقه اللي هي قانونيه. دونك كي قلت لكم غادي نخلي لكم لي ليان في صندوق الوصف، دخلوا شوفوا المعلومات، عمروا الاستمارات بشويه عليكم. هذا ماشي بحال عقود العام، ماشي بحال ديال لوفر دومبلوا، هاد خصو شويه ديال التركيز، خصو شويه ديال لا كونسنتراسيون باش انك تعرف بشويه بشويه الحاجه ما عرفتيش تسول عليها، وحاجه بحاجه وبشويه بشويه باش ما تزربوش، باش تقدروا انكم تعمروا الاستماره بطريقه صحيحه، وتا هي لا ميم شوز، تردوا بزاف البال المعلومات لانهم ضروريين، سورتو لادريس ميل، نيميرو تيليفون، ما تكذبوش، ما تقولوا راه عندي ولا ما عنديش، اي حاجه عندكم غادي ديروها، وديك الساعه ان شاء الله غادي تقولوا غير بسم الله، غتوكلوا تعمروا الاستماره، وان شاء الله ما يكون غير الخير. بحال اللي بزاف ديال الناس تواصلوا معنا عن طريق لي ليان اللي كان هذاك ربي اللي بغى لهم ديك الحاجه، حنا غير سبب القناه، غير سبب اننا خلينا لي ليان انهم دخلوا وعمروا، ربي يسر الامور، فدخلوا وعمروا. دونك راه الاستمارات باش يتصلوا بكم ان شاء الله، الا كان لو بروفيل ديالكم مزيان. فكي قلت لكم بالنسبه للعقود المؤقته ما فيها لا نقاط لا باغيم لا حتى شي حاجه، يكفي ان ارباب العمل يصيفطوا لكم لي كونطرا باغ ميل، فكنتوما كتجمعوا لي دوسي ديالكم وكتجمعوا هذا، كتامبريميو هذاك لو ميل بداك لا كونفوكاسيون اللي مصيفط لك بكلشي، وكتمشيو كتدفعوها للسفاره ديال السويد في البلد ديالكم، وكيخرجوا لكم الفيزا فاسيلمون ديال عقد عمل مؤقت، الا بغيتوا انكم تاخذوه كاحسن طريقه بالنسبه للناس اللي بغاو يهاجروا بطريقه اللي هي قانونيه، اللي ما عندهمش اللغه، اللي ما عندهمش لي كونط في البنكه، اللي واحد لي سوم اللي ما يقدروش، لان دابا مع كوفيد حتى الناس اللي هما غيكون عندهم ديك لاسون ما غتبقاش عندهم، بزاف ديال الناس خسروا الوظائف ديالهم. فان شاء الله كنتمنوا خير في 2022، وكنتمنوا حظ سعيد للجميع، ولا عندكم اسئله ولا عندكم اقتراحات خليهم لنا في لي كومونتير، وما تنساوش تدخلوا صندوق الوصف تكليكيو على لو تيتر، غيخرجوا لكم كاع لي ليان، دخلوا وعمروا الاستماره ديالكم بشويه عليكم، كل واحد ما عرفش شي حاجه يستعن بشي حد واحد اخر، وحظ موفق للجميع. شكرا على المشاهده ديالكم، الى فيديوهات مقبله ان شاء الله.